زار معالي وزير النقل برفقة محافظ كربلاء العتبة العباسية المقدسة، والتقى بالأمين العام وعدد من مسؤولي العتبة المقدسة بعد تشرفه بزيارة المرقد الطاهر للمولى أبي الفضل العباسي عليه السلام، للتباحث حول تسهيل خدمات النقل للزائرين الوافدين لإحياء مراسيم العزاء وفق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا. السبب الزيارة هو الاطلاع على تشكيلاتنا الساندة إلى محافظة كربلاء والخاصة بنقل زائرين الإمام الحسين والعباس عليهم السلام، وتفقدنا حقيقة القطاعات اللي تابعة لوزارة النقل اللي هي قطاع السكك ب 15 قطار، قطاع النقل البري ب 120 وأيضا قطاع النقل المسافرين ب 450، بالإضافة إلى النقل الخاص اللي سيقوم بالقطاعات اللي هي من الدخول للمحافظة إلى خارجها، وأيضا الباصات اللي هي متوفرة حاليا راح تقوم بنقل المسافرين الزوار إلى كربلاء وأيضا إخراجهم إلى خارج كربلاء. اجتماع مثمر تضمن إيجاد حلول لعدة أمور، تضمنت تخصيص قطاعات تابعة لوزارة النقل منها سكك الحديد والباصات، وإضافة إلى تسهيل حركة السيارات الخاصة وتحديد الأمور الخاصة بساحات الوقوف عند مداخل كربلاء المقدسة. احنا اليوم كربلاء المقدسة تعيش ايام ذكرى عاشوراء، المعزون الذين يصلون الى هذه المحافظة الكريمة المقدسة ويشاركون سواء من اطراف المدينة او الهيئات والمواكب الحسينية او الزوار، طبعا هناك خطط بدأت مبكرا بتنسيق عالي بين المحافظة والعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وكل مواردنا الأمنية كانت أو الخدمية أو الصحية هي كانت تصف في بوتقة خدمة الزائرين جميعا، والخطة الأمن الحمد لله الآن واضح على الأرض تطبيقها بشكل ممتاز، سواء الأمن الاستباقي أو كذلك خطة ترتيب أوضاع المدينة. الخطة الخدمية كل دوائرنا الآن هي في الميدان وهي في كل طاقتها. خطة الصحة هي حاضرة وهي اللي ألقت بظلالها بشكل كبير على الوضع على اعتبار جائحة كورونا، والمهم عندنا قضيتين مهمة جدا هو الحفاظ على الشعائر الحسينية والحفاظ على حياة وصحة الناس. خلال قيام زيارة السيد وزير النقل إلى محافظة كربلاء للاطلاع على الخطة المعدة من قبل الوزارة لتقديم الخدمات إلى الزائرين فيما يخص عمل الوزارة، كان هناك تنسيق مع محافظة كربلاء متمثلة بالسيد المحافظ وكذلك العتبات المقدسة باعتبار أنه زائرين قادمين إلى هذه البقعة المباركة والحمد لله شكر تم مناقشة هذه الأمور وتقديم بعض المقترحات الآنية والمقترحات المستقبلية كيف يمكن تقديم أفضل الخدمات خدمات النقل إلى الزائرين. العتبة العباسية المقدسة وفي فترة شهري محرم الحرام وصفر الخير تستضيف العديد من الوفود الرسمية للتباحث من أجل توفير أفضل الخدمات للزائرين القاصدين كربلاء، وخصوصا هذه السنة لأنها جاءت مصاحبة لفيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب بذل جهد أكبر لضمان سلامة الزائرين.